ما حكم ما يحدث في حفلات الزواج؟ يقومون بإحضار محدث يقدم موعظة ثم بعد ذلك يأتون بالشعراء. ما حكم ما يحدث في حفلات الزواج؟ يأتي محدث ويقدم موعظة ثم بعد ذلك يأتون بالشعراء ويتبادلون الشعر، هل يجوز ذلك؟ يعني يتحول المجلس من مجلس ذكر وموعظة إلى مجلس له ولعب، هذا لا يجوز، هذا خلط بين الحق والباطل. نعم.